بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات المستوى الثاني في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة رقم 12 من حلقات مادة الإحصاء التحليلي. في الحلقات السابقة كنا نتحدث في موضوع التوزيعات الاحتمالية، والتوزيعات الاحتمالية زي ما اتفقنا أو زي ما هنقول بإذن الله هم 3 توزيعات: توزيع ذو الحدين، توزيع بواسون، التوزيع الطبيعي. توزيع ذو الحدين وتوزيع بواسون دي توزيعات تصف المتغيرات المتقطعة، أي متغيرات لا تقبل قيم كسرية، وفي نفس الوقت متغيرات ثنائية التقسيم، متغيرات أو ظواهر لها حالتين اتنين فقط تقع إحداها عند إجراء التجربة، زي رمي قطعة عملة لها حالتين تقع واحدة بس بعد ما يتم إجراء التجربة، اختيار عينة من الموظفين دي تجربة، فحص أي موظف متزوج وغير متزوج يبقى الحالة الاجتماعية تتبع ذو الحدين، اختيار عينة من الطلبة دي تجربة، فحص حالة القيد ناجح أو راسب متغير يتبع توزيع ذو الحدين، وهكذا. وشوفنا بذو الحدين القانون بتاعه وتوقعه نون لام وتباين نون لام في واحد ناقص لام. التوزيع الثاني كان توزيع بواسون، وتوزيع بواسون زي ما قلنا حالة خاصة من توزيع ذو الحدين. حالة خاصة يعني ايه؟ قال شروط البواسون هي نفسها شروط ذو الحدين، بس مع تعديل بسيط. التعديل ان يبقى حجم التجربة او نون اكبر من 30، وفي نفس الوقت احتمال وقوع الحدث لام احتمال ضعيف جدا أقل من 10%. يبقى في شرطين لاستخدام البواسون بدلا من ذو الحدين، في شرطين لابد يحققوا مع بعض في وقت واحد كي يستخدم بواسون مكان ذو الحدين. الشرطين دول إن تبقى نون كبيرة أكبر من 30، وفي نفس الوقت لام أقل من 10%. إذا تحقق أحد الشروط ولم يتحقق الآخر، ارجع للاصل اللي هو مين؟ اللي هو ذو الحدين. يعني كانت نون ب50 لكن لام ب15%، نون ب50 ولام بكام؟ ب15 ايه في المية، دي اكبر من 10%، يبقى ما ينفعش البوصون. ارجع لذو الحدين مرة تانية. طب نون ب5 هيقل من 50 اهي، نون اقل من 50، ولام ب8% او 7%، نون ب5 ولام ب7%. لام اقل من 10% 7%، لكن النون اقل من 30، احنا عايزين اكبر من 30، يبقى ارجع لايه؟ لذو الحدين. لكن لو كانت نون كبيره ولام صغيره في نفس الوقت، نون اكبر من 30 ولام اقل من 10%، اروح للبواسون. وكمان قلنا المره اللي فاتت كمان لام قليله صغيره نادره بيسمى بواسون بتوزيع الاحداث ايه؟ النادره، نادره الوقوع. وشفنا امثله كتير في الحياه ظواهر تتبع او يحكمها قانون البواسون، تتسم بالكسره يعني نون كبيره لكن احتمال وقوع حدث معين احتمال ضعيف، زي انتاج مسطحات الزجاج، انتاج السيارات، انتاج الاجهزه الكهربائيه، انتاج الطيارات، دي كلها حجم الانتاج فيها كبير من اكبر من 30، لكن احتمال وجود وحده معيبه ها ده احتمال اقل من 10%، يبقى دي تخضع للبواسون. اخطاء الطباعه، كتاب فيه صفحات كتيره جدا جدا وفيه كلمات كتيره بالمئات والالوف، لكن احتمال تجد خطا مطبعي كلمتين ثلاثه اربعه بالكتير او خمسه. ده كان توزيع ذو الحدين وتوزيع بواسون. هنكمل بس برضه في حلقه اليوم مثال او اتنين استكمال الموضوع السابق، عشان نشوف في حالات معينة يتحقق فيها بعض الشروط ولا يتحقق الشرط الآخر. النقطة الثانية ميم في قانون البواسون، زي ما قلنا بقى ميم دي إما معلومة أو مجهولة. في البواسون يا ميم معلومة يا ميم مجهولة. فالحلقة بتاعت النهاردة هتكلم على حالتين اتنين، لما تبقى ميم مجهولة أجيبها إزاي؟ ولما تبقى معلومة أستخدمها إزاي؟ لما كانت مجهولة شفناها المرة اللي فاتت نون في لام توسعات الدهاني،
يديهاني ازاي؟ هنشوفها في المثال اللي جاي. برضو في مثال تاني، النسبة لام، احيانا ادالي صراحة واحيانا انا اللي اشتقها من المعلومات اللي عندي، يعني اديني معلومات اضافية استنتج منها لام. يعني مثلا نشوف المثال ده، بيقول اظهرت سجلات شركة الوحدة لانتاج الملابس الجاهزة انه يظهر 60 قطعة معيبة من كل 600 قطعة يتم انتاجها في شركة الوحدة بينتجوا ملابس جاهزة. وجدوا ايه؟ ان كل 600 قطعة يتم انتاجها بيظهر كام وحدة معيبة؟ 60. يعني 60 من كل كام؟ من كل 600. ما اقدرش اجيب النسبة هنا، تبقى النسبة كام؟ 60 على 600. خليك فاكر في الامثلة السابقة كان بيقول لك ايه؟ نسبة الإنتاج المعيب في أحد المصانع 20%، نسبة الإنتاج المعيب في أحد المصانع 1%، يعني مديك النسبة جاهزة، مديك النسبة إيه؟ جاهزة. طب في المثال ده لا، بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي من كل 600 وحدة يتم إنتاجها بيظهر لي 60 وحدة معيبة. يعني 60 وحدة معيبة من كل كام؟ من كل 600. ما اقدرش من الرقمين الاثنين دول استنتج نسبة المعيب. اقسم 60 على كام؟ على 600، يطلع نسبة الايه؟ المعيب. يبقى نسبة المعيب او النسبة لام، اما ان تعطى لك صراحة زي الامثلة في الحلقات السابقة، مرة قال 20% ومرة قال 1%، واحيانا اخرى احنا اللي نستنتجها من البيانات المعطاة. هنا بيقول لي 60 وحدة معيبة من كل 600، يبقى 60 على 600 يطلع النسبة. زي ما كان بيقول هناك زمان، بيقول ايه؟ 20% معيب. يعني ايه 20% معيب؟ يعني 20 من كل 100 وحدة، 20 من كل 100، تبقى النسبة كام؟ 20 على 100. هنا بقى 60 من كل 600، تبقى النسبة كام؟ 60 على 600. بيقول بقى خدنا عينة من ايه؟ من كام قطعة؟ من 30 قطعة. يبقى من في مقدمة السؤال 60 قطعة معيبة من كل 600، الرقمين الاثنين دول هستنتج منهم لام، 60 على 600. العينة هنا حجمها كام؟ نون ب30. وبدأ يسأل العينة اللي خدها من 30 دي ايه احتمال يلاقي فيها 5 معيب او 3 معيب على الاكثر. بيقول لك هنا بين قوسين بيقول ايه؟ إذا علمت إن القطع المعيبة بتتبع توزيع البوصون. هو ما كانش في داعي يقول الكلمتين دول، توزيع البوصون دي، ما كانش داعي ينوه إلى هذه المعلومة، لكن بس حبيت أقول لك عليها عشان يعني يبقى نوع من الإيضاح الأكثر، لكن هي مش محتاجة. ما المسألة اللي معاك دي أي مسألة فيما بعد حاجة من اتنين، يا ذو حدين يا بوصون. أي مسألة احتمالات تجي لك بعد كده يا ذو حدين يا بوصون. طب وتوزيع طبيعي؟ لا دي قصة تانية. ده أنا أقول لك صراحة استخدم التوزيع الطبيعي. المسائل اللي جايه بعد كده هطلب منك صراحه استخدم التوزيع الطبيعي، لكن المسائل دي مش هقول لك. المساله اللي قدامك دي لها حتحليه، يا ذو الحدين يا البواسون، ما فيش غير كده، ما لهمش تالت. يا ذو الحدين يا ايه؟ يا بواسون. طب امتى استخدم البواسون؟ اذا كانت شروطه متحققه. مش متحققه ارجع لمين؟ للاصل اللي هو مين؟ ذو الحدين. بيقول لي بقى اذا علمت ان القطعه دي تتبع توزيع بوصون وان هي اس ناقص 3 ب 5 100، يعني عشان ما يقولكش استخدم الاله الحزم. هنا بقى 60 قطعه معيبه من كل 600 في توزيع ذو الحدين، عايز النون واللام. طب النون مدهاني ب 50 عينه، نون يعني عينه ب 30، امال فين اللام بقى؟ لام يعني نسبه، نسبه المعيب، مش مدهاني صراحه، لكن مدهاني ضمنا 60 من كل 600 استنتج منها لام بقى. يبقى لام نسبة المعيب 60 على 600 تطلع 1 من 10، يبقى المعيب 1 من 10 او 10% من كل 100 في 10. طب هنا بقى اكملني بقى لام بواحد من عشرة ونون 30، وقال لي استخدم البواسون. عشان استخدم البواسون لازم اعرف المين. قال لي استخدم مين؟ توزيع مين بقى؟ البواسون. يبقى لازم اعرف الميم. ميم يعني ايه؟ ميم عدد او متوسط عدد الوحدات المعيبة. في المسألة قال لي كلمة متوسط
ظهر كلمة متوسط؟ لا ما ظهرتش. ده اللي اداهوني اللام واداني النون، يبقى استنتج منهم ميم. يبقى متوسط الوحدات المعبية ميم نون في لام. ميم دي اللي بيقوم عليها قانون البواسون. يبقى 30 في 1 من 10 يطلع ب 3. مسألة معايا قال يستخدم فيها البواسون. قانون البواسون قدام حضرتك اهو، يتوقف كله على الميم، يتوقف على الميم. طب السين دي المطالب اللي عندي. الميم يعني ايه؟ متوسط عدد مرات وقوع الحدث. المعطيات اللي عندي، قال لي كلمة متوسط؟ لا ما قالش، يبقى عليا اجيبها. ميم ازاي بقى؟ نون في لام، نون ب 30 ولام اشتقناها طلعت 1 من 10، يبقى 30 في 1 من 10 ب 3. وادي قانون البواسون. اول مطلوب ايه؟ احتمال اجد 5 قطع معيبة في العينة اللي هي 30، تبقى س هنا بكام؟ ب 5. طب 3 قطع معيبة على الاكثر، يعني اقصى شيء الاقيه في العينة كم قطعة معيبة؟ اكثر حاجة 3. او ايه بقى؟ اكتر ولا اقل؟ اقل. يبقى س هنا عبارة عن ايه؟ يا 3 يا اقل من 3. س يا 3 يا اقل من ايه؟ من 3. يبقى المطلوب الاول احتمال س بتساوي 5، انا اجد 5 وحدات معيبة. ه اس ناقص م، م بكام؟ م ب 3، في 3 اس 5 ليه؟ م اس س على مضروب س، س ب 5. يبقى ه اس ناقص 3، م ب 3 اس 5 على مضروب 5. ه اس ناقص 3 دي انا مديها لك جاهزه، ه اس ناقص 3 دي اهي اهي مديها لك جاهزه بكام؟ ب 5 من 100. اشيل ه ناقص 3 دي كلها على بعضها واحط مكانها كام؟ يبقى اشيل دي واحط مكانها 5 من 100. طب ناقص اقول بقى 3 اس مين؟ اس 5. يا جماعه هتلاقي الاله الحاسبه على مضروب كام؟ 5. 3 اس 5 اجيبها ازاي الاله الحاسبه؟ 3 اس 5 نجيبها ازاي؟ اقوم ضاغط على الرقم 3، وبعدين في مفتاح فوق عليه علامه الثمانيه الصغيره دي، اضغط عليها واضغط على رقم 5. 3 اس 5 تيجي ازاي؟ اقوم ضاغط على الرقم 3، وبعدين في مفتاح فوق عليه 8 صغيره كده اسمها هات او اسمها الاس، اضغط عليها وبعدين اضغط على الرقم بعد كده كام؟ 5، واقول يساوي، يطلع الناتج. طب مضروب 5، مضروب 5 اجيبها ازاي؟ اقوم ضاغط على الرقم 5، علامه التعجب دي مكتوب على ارضيه الاله مش فوق الحروف فوق المفاتيح، لا على الارضيه. يبقى عشان استخدمها لازم استخدم مفتاح شيفت. يبقى اضرب الرقم 5 وبعدين اضرب شيفت واضرب مفتاح علامة التعجب ده اللي مكتوب ورا المفتاح، يدينا مضروب الرقم 5. يبقى هضرب قيمة هي اس ناقص 3 في 3 اس 5 على مضروب 5، يطلع الناتج في النهاية 1 من 10. وحاول تجربها كده. المطلوب التاني بيقول لي احتمال نجد 3 وحدات معيبة على الأكثر. 3 على الاكثر يعني ايه؟ احتمال اي 3 قطع معيبة على الاكثر في عينه حجمها 30. على الاكثر يعني ايه؟ يعني اكثر شيء الاقيه 3 او ايه او اقل. تكتب ازاي؟ احتمال س اقل من او يساوي 3، ما هي 3 على الاكثر، يبقى 3 او ايه او اقل. ايه اللي 3 او اقل؟ يعني يا 3 يا 2 يا 1 يا 0. ما ينفعش قيم كسريه، ما ينفعش اقول 2.5 معيب او 1.25 معيب، لا يا 3 يا 2 يا 1 يا 0. معنى كده ايه؟ ان اجي في قانون البواسون احط مره س ب 3 ومره س ب 2 ومره س ب 1 ومره س ب 0، واجيب النواتج واجمعها. قانون البواسون اهو، الميم ثابته بكام؟ ب 3. يبقى مره احط س ب 1 ومره احط س ب 2 ومرة س ب 3 ومرة س ب 0. احتمال س اقل من يساوي 3، يبقى ايه اللي اقل من او يساوي؟ اقل من او يساوي 3، يبقى 3 وانت نازل، 3 و2 و1 و0. اجي في قانون البواسون مرة س ب 3 ومرة س ب 2 ومرة س ب 1 ومرة س ب 0. طبعا الميم ثابته هي اس ناقص 3. تحسب دي وتحسب دي وتحسب دي، النواتج قدام حضرتك اهي كل واحده لوحدها، هتجمع الناتج. لازم طبعا الناتج النهائي يطلع اقل من الواحد لانه احتمال،
هيطلع في النهاية 64 من 100. بقول لك خليك فاكر 3 أس 5 تطلع بكام؟ 203 وإيه؟ و40. هتجيبها إزاي؟ عن طريق الآلة الحاسبة. إزاي؟ هقوم الأول ضاغط على الرقم 3 وفي مفتاح فوق عليه حرف 8 صغير كده اسمها الأس، أضغط عليها وأقوم ضاغط على الرقم 5 يطلع الناتج على طول. 3 أس 3 أعمل إيه؟ أضغط على الرقم 3 واضغط على الاس فوق اللي هو علامه الثمانيه الصغيره دي، واضغط على رقم 3 يطلع 27. طب مضروب 5 اللي تحت دي تنطق ازاي؟ مضروب 5 اجيبها ازاي؟ اقوم ضغط على رقم 5 في الاله الحاسبه، علامه التعجب دي موجوده على ارضيه الاله مش على وش المفتاح فوق، على الارضيه. ما دام على الارضيه عشان اوصل لها، عن طريق المفتاح شيفت اللي في اعلى الشاشه على اليسار، على الاله على اليسار. اقوم ضاغط على رقم 5 وبعدين اضغط على شيفت، بعد اضغط على المفتاح علامه التعجب اللي ورا علامه التعجب واقول يساوي، هيديك 120. نشوف بقى المثال الاخير ده بقى. بيقول اذا كان متوسط عدد حوادث السيارات على الطريق الدائري، خلي بالك كده، متوسط مش نسبه، متوسط يبقى يقصد بها مين بقى بالحروف؟ مين؟ حوادث الطرق يحكمها قانون مين؟ الباصون، لان الطريق ده بيمر عليه الاف السيارات، يبقى نون بالالافات. طب وقوع حادث مروري، ده احتمال ضعيف، الطريق الدائري ده بيمر عليه في اليوم 10,000 سياره، احتمال وقوع حادث ممكن يقع حادث او اثنين او ثلاثه في اليوم ده، ده ثلاثه من كام سياره بيمروا؟ من 1000 او اكتر. يبقى الحوادث المروريه يحكمها قانون مين؟ البواسون. هنا بقى بنقول متوسط بيقصد بالرموز مين بقى؟ مين؟ يبقى هنا في المثال ده ماله بقى؟ اداني ايه؟ اداني مين؟ متوسط عدد حوادث على الطريق الدائري 5 سيارات في الاسبوع. على فرض حوادث حتى قالها، قال لك على فرض ان حوادث متغير عشوائي يتبع توزيع بواسون. ما هو احتمال عدم وقوع اي حادث؟ هو لازم كل يوم يقع حوادث؟ في ايه؟ في اسابيع ما فيهاش حوادث خالص، وفي اسابيع فيها 100 حادث، في اسابيع فيها حادث واحد، في اسابيع فيها حادثين، في اسابيع فيها اكتر، فيها اقل. لكن في المتوسط في السنه كلها اللي فيها 52 اسبوع، المتوسط كام؟ 5 حوادث. السنه فيها 52 اسبوع، في اسابيع ما فيهاش حوادث، في اسابيع فيها حادث واحد، واسابيع فيها 3 حوادث، واسابيع فيها 10. لما اجيب متوسط الحوادث في ال 52 اسبوع يطلعوا كام هنا؟ 5. احتمال عدم وقوع اي حادث، الحوادث هنا سميها سين، يبقى احتمال عدم وقوع اي حادث يعني سين بصفر، وقوع حادث واحد تبقى سين بواحد، احتمال وقوع 3 حوادث تبقى سين بكام؟ ب3. انا عايز الميم في البواسون، الميم الدهاني بكام؟ ب5. بيقول لي خلي بالك هي اس ناقص 5 1 من 100 عشان الحل بتاعك. الحل بقى سين عدد الحوادث، ميم المتوسط مديهوني ب5 في المثال، مين معطينا؟ يبقى في المثال ده مين مالها؟ معطاه. طيب هنا بقى احتمال قال لي يقع حادث مروري عن سين بصفر، يبقى هي اس ناقص 5، 5 اس صفر على مضروب صفر، هي اس ناقص ميم، ميم اس سين على مضروب سين، السين بكام؟ بصفر، الميم بكام؟ ب5. هي اس ناقص 5 انا مديها لك، طب 5 اس صفر بكام؟ ب1، مضروب صفر بكام؟ ب1، هي اس ناقص 5 ب1 من 100. طب احتمال وقوع حادث مروري واحد، يبقى عوض عن س بكام؟ بكام؟ ب1، عوض في القانون. يبقى هي اس ناقص ميم، الميم ب5، ميم اس س يعني 5 اس 1 على مضروب 1، 5 اس 1 ب5 مضروب 1 ب1 تطلع هي اس ناقص 5 في 5 يطلع في النهايه 5 من 100. طب احتمال وقوع 3 حوادث، يبقى هي يبقى س بكام؟ ب3، يبقى هي اس ناقص ميم يعني ميم ب5، 5 اس 3 على مضروب 3. اخر مثال بقى اقرا كده. بيقول اذا كانت نسبه المعيب، هنا بقى نسبه يعني لام، مديني لام جاهزه اهو، نسبه المعيب 1%، تمام، انا اقل من 10%. خدنا عينه من 5 وحدات، نون هنا بكام بقى؟ نون ب5، يعني اقل من مين؟ من 30. يبقى خلي بالك بقى في المثال ده اهو، لام ب1% يعني اقل من 10%. ذهني يروح للبواسون،
خد عينه من 5 وحدات. ده البواسون لازم يكون لونه اكبر من 30. البواسون لونه لازم تكون اكبر من كام؟ من 30. هنا ب5، يبقى هنا في شرط تحقق والاخر لم يتحقق. احتمال نجد واحده واحده معيبه اقل من واحده واحده معيبه. قبل ما اجيب الحل خليك معايا كده، لام بكام؟ 1%، يعني اقل من 10%. اروح للبواسون استنى، نون بكام هنا؟ نون ب5. هي لو كانت نون اكبر من 30 كنت رحت للبواسون، لكن نون هنا بقى ايه؟ اقل من كام؟ من 30. الشرط ده ما تحققش، نون كبيره يبقى ما ينفعش. يبقى هنا في شرط تحقق والاخر لم يتحقق. اقوم اروح لمين بقى؟ التوزيع الاصلي اللي هو توزيع ذو الحدين. البيانات المتاحه هنا عندي لام ب1 من 100، نون ب5. هنا على الرغم من ان لام اقل من 1 من 10، لكن حجم العينه ماله؟ ها؟ اقل من كام؟ من 30. يبقى احد الشروط لما يتحقق ان يكون نون اكبر من 30. بالتالي بقى لازم ارجع للتوزيع الاصلي اللي هو توزيع مين بقى؟ ذو الحدين. يبقى المثال ده اهو احد شروط البواسون تحققت والشرط الاخر لم يتحقق. احد الشروط هو لام اقل من 10%، لام اقل من 10%، 1%. طب والشرط الثاني ان تكون نون كبيره اكبر من 30. نون اكبر من 30؟ لا، ده نون ب5، اقل من 30، يبقى ما ينفعش البواسون. لازم الاثنين مع بعض في وقت واحد. ارجع للاصل بقى، مين الاصل بتاع البواسون؟ ذو الحدين. ادي قانون ذو الحدين اهو. في ذو الحدين لازم اعرف النون واللام. النون بكام؟ العينه اللي خدها خد عينه من كام؟ من 5. طب واللام؟ بواحد من 100. امال ايه سين دي بقى؟ سين دي المطالب اللي عندك. سين بترمز لهنا لايه؟ لوحدات معيبه ولا عدد صور ولا عدد مدخنين ولا عدد راسبين؟ سين في المساله دي هي ترمز الى عدد الوحدات المعيبه. طب بتاخد القيم ايه؟ تاخد القيم حسب المطلوب. بيقول لي احتمال ان نجد وحده واحده معيبه، يبقى عوض عن سين ب1. اقل من وحده معيبه، يبقى سين اقل من الواحد. 3 وحدات معيبه، يبقى سين ب3. لا شيء من وحدات المعيبه، تبقى سين ب0. هنا بس عايز المطلوب الاثنين دول بس، احتمال سين بتساوي 1، يبقى اقول 5 ق1. 1 من 100، بقعد في القانون. بقعد في القانون قدام حضرتك ده هو النون ب5 والسين هنا ب1، اللام ب1 من 100 اس 1، 1 ناقص 1 من 100، من الآلة الحاسبة 99 من 100 اس 5 ناقص 1، 99 من 100 اس 4. 5 ق1 بالآلة الحاسبة هتطلع ب5، 1 من 100 اس 1 هتطلع ب1، 99 من 100 اس 4 بالآلة الحاسبة. تكتب 99 من 100، يعني دوت 9 9، وبعدين مفتاح الثمانية الصغيرة تضغط عليه، وبعدين تضغط على 4، يطلع الناتج. خد الناتج قربه، الرقم ده بالتقريب قربه رقمين 20، يطلع 96 من 100. اضرب 5 في 96 من 100 يطلع الناتج. طب واحدة واحدة معيبة أو أكثر من، هنا بيقول إيه بقى؟ أقل من واحدة معيبة. أقل من واحدة معيبة. أهو هنا في الرمز الحقيقة غلط، دي المفروض تبقى علامة أقل. دي العلامة دي غلط خطأ، الحقيقة المفروض تبقى إيه؟ أقل مش أكبر، يعني هي مكتوبة هنا أكبر ودي خطأ. فهنا السين تبقى أقل من العلامة دي، تقرأ أكبر لأن المطلوب أقل، المفروض تعكس العلامة دي. فهنا في خطأ في الرمز ده، المفروض الرمز ده أقل من وليس أكبر من، لأن بيقول إيه؟ أقل من واحدة معيبة، يبقى السين أقل من الواحد. فاللي قدامك دي علامة أكبر، هي كتبت خطأ، أعكسها. خلي الفتحه الجهه الثانيه. ايه اللي اقل من الواحد؟ الصفر. ما ينفعش اقول 2 من 10 ولا 4 من 10 ولا 8 من 10. ما ينفعش اقول 2 من 10 واحده معيبه. ما ينفعش اقول 4 من 10 واحده معيبه. ليه؟ لان س متغير متقطع، لان البواسون وذو الحدين متغيرات متقطعه، متغيرات لا تقبل قيم كسريه. ايه اللي اقل من الواحد مباشره؟ الصفر. طب ينفع اقول -1؟ أو -2؟ لا، دي وحدات معيبة، يا تبقى صفر يا أكبر من الصفر، مفيش قيم سالبة هنا. يبقى احتمال س أقل من الواحد معناها احتمال س بتساوي صفر، معناها كده هعوض عن س بصفر، وعندي النون ثابتة ب5 واللام ب1 من 100، يبقى 5 ق0، 1 من 100 أس 0، 1 ناقص 1 من 100 اللي 1 ناقص لام أس 5 ناقص 0، 5 ق0 بالآلة الحاسبة
هتقول 5 ان سي ار 0، مفتاح اسمه ان سي ار على الآلة عندك فوق، 5 تضغط 5 مفتاح ان سي ار تضغط الرقم 0 يطلع 1، 1 100 اس 0 اي رقم الصفر بواحد، 99 100 اس 5 اجيبها ازاي؟ افكركم بقى مرة تانية، اكتب بوينت 99 بوينت 99 واضغط على المفتاح اللي عليه الرقم الرمز 8 الصغير فوق، بعد اضغط رقم 5 يطلع الناتج 95 من 100. يبقى احتمال ان يكون عندي اقل واحده معيبه 95 ايه من 100. طبعا اكون عايز التوقع والتباين، التوقع والتباين بتاع ذو الحدين، تعرف التوقع بيساوي نون في لام، والتباين نون في لام في واحد ناقص لام. اعزائي الطلبه والطالبات، دي كانت اخر مثال توضيحي في توزيعات ذو الحدين والبواسون. في الامثله السابقه وضحنا متى يستخدم توزيع ذو الحدين ومتى يستخدم توزيع بواسون، وذو الحدين حاله خاصه من البواسون حاله خاصه من توزيع ذو الحدين. بكده نكون انتهينا من توزيعين مهمين جدا من التوزيعات الاحتماليه، وهي التوزيعات التي تصف المتغيرات المتقطعه. الحلقه القادمه باذن الله سنتحدث عن اهم التوزيعات في علم الاحصاء كله، وهو التوزيع الطبيعي، وهو توزيع يصف المتغيرات المتصله او المستمره، وهو يصف كثير من الظواهر في الحياه العمليه. الى ان القاكم في الحلقه القادمه باذن الله، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.